مصائب قوم عند قوم فوائد، لماذا؟ لأن مشاكل بعض الناس يمكن أن تجلب فرصاً للبعض الآخر في مجالات مختلفة. اليوم سنتناول مهما كنت على حافة أو مهن كانت عذراً على حافة الاندثار وانتعشت انتعاشة قوية بفضل الأزمات والحروب في بعض الدول العربية. صحيح رغدة، فلو بدأنا من لبنان الذي بات غالبية سكانه يعيشون تحت خط الفقر، ما جعلهم عاجزين عن توفير احتياجاتهم الرئيسية، وبات شراء حذاء جديد أو ثياب جديدة من الكماليات ما أنعش بذلك مهنا وحرفا كانت مهددة بالاندثار كالإسكافي والخياط والمنجد، فرفع الطلب على خدماتهم. في سوريا اضطر كثيرون لتغيير مسار حياتهم والتفكير في مهن جديدة تناسب الظروف القاسية التي يعيشونها. نشأت مجموعة من المهن القديمة كمهنة البوابر ومهنة تصليح البطاريات بسبب الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، مهنة الخياطة أيضا والاستعادة رونقها القديم، وغيرها أيضا من المهن القديمة. وفي مصر بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة يلجأ بعض المصريين إلى شراء الأجهزة المستعملة كبديل اقتصادي ومناسب للأجهزة الجديدة، فازدهرت أسواقهم بها، منها الهواتف الذكية، الحواسيب المحمولة، الأجهزة المنزلية كالتلفزيونات، الثلاجات، الغسالات وغيرها من الأجهزة. ننتقل من مصر إلى محافظة الرقة السورية لنحكي عن محمود، وهو مصلح غازات وأفران وببورات قديمة انقطع عن تصليحها منذ وقت طويل لعدم اعتمادها في أيامنا، لكنه سرعان ما عاد إليها وبقوة بسبب ظروف الحرب الصعبة والضائقة المادية التي يعيشها السوريون والتي جعلتهم يعتمدون البابور من جديد. فانتعشت هنا مهنة محمود بشكل واسع وعاد إليها إلى جانب تنظيف الصبيات أيضا، وهي المدافع التي تعمل على الحطب. أنا محمود جسوم أبو مدين من محافظة الرقة. بتزاول من تصليح الأفران والغازات منذ القديم، تصليح الببورات كانت على الزمن القديم ببورات، فنسينا شغلة الببورات وندرنا على الأفران والغازات مدة زمنية يعني مو أقل من 10 سنين. من بعد عدينا بالظروف شوي الصعبة، بعد الظروف اللي عدينا فيها النزوح كانت صعبة علينا، رجعنا صرنا نشتغل بالببورات بالغازات السفرية حتى تنظيف الصوبيات على قلة الشغل، وبنفس الوقت الشغلة المتداولة بين البشر اليوم بشكل عام. يعني طبعا أنا مهنتي هي الأساسية منذ زمن بعيد، ولكن بعد فترة النزوح اضطرينا نغير شغلتنا، اشتغلت بالخضرة، بس بعد ما رجعنا رجعت على مصلحتي اللي هي تصليح الأفران والغازات، تصليح البوابير، تصليح البابور انقرض ورجعنا عدنا هالشغلة، تصليح الغاز السفري، تنظيف الصوبية، صرنا ننظف الصوبيات طبعا إجباري مشان لقمة العيش بشكل عام. يعني هي الغاية مو نرجع لورا، الغاية نقدم لقدام استمرار الحياة للضرورة إنه الظروف صارت بينا ظروف، رجعنا لورا شوي، بس الحمد لله لا عم يتحسن الوضع شوي عم يتحسن. تحديات صعبة كانت يعني كتير شغلات، إذا بدك العدة الصناعية هي اللي ناقصة كانت عندي، بدك شرخ، بدك صاروخ، بدك عدة الحام، بدك مثقب، فكان بالشغلات الأولية والبسيطة، إذا بدنا نثقب شغلة بالمسمار تصور. يعني طموحي أنه ترجع الأمور وتتحسن أحسن من هيك. شلون بدي أقول لك، يعني أنا لو عندي شوية إمكانية يمكن بفتح معمل وغيري وغيراتي، ترجع الأمور والأوضاع شوي بتتحسن وأرتاح أنا وترتاح البشر. وينضم إلينا من بيروت نقيب الحرفيين والمصنعين التقليديين حسن وهبي. سيد حسن صباح الخير عليك، حدثنا عن واقع انتعاش مهن قديمة وزيادة الطلب على خدماتها في السوق اللبنانية منها المجال الحرفي. صباح النور، أهلا وسهلا. عادة بس يكون في ظروف بالبلد مثل كورونا أو شوية مشاكل، الناس بتتوجه
تقعد مثل ما بيقولوا بتنجبر تقعد ببيوتها، فعادتها ببيوتها بتصير تخليها تشتغل شيء بإيدها لتعبي أوقاتها. هلا اللي كان عنده حرفة، اللي كان عنده مهنة قديمة، اللي كان عنده شيء يشتغله بالإيد رجعه ليعبي أوقات فراغه. وبلبنان أصلا في كتير هيك قصص، يعني من التطريز للكروشيه للمكرمية للشول الإزاز للطرق عن نحاس لطرق العبايات للنقش، في كتير هو التفاصيل رجعوا. هني أصلا ما كانوا واقفين، بس زادت الشغل فيهم بسبب الظروف اللي كانت حاصرة العالم ومضايقة العالم، والظروف اللي كانت عم تمر فيها البلد خلتهم يرجعوا شوي لورا، مش يرجعوا كتير لورا بس انه يرجعوا يمارسوا مهنهم. يعني مثل نسوان صار تشتغل ببيوتها لانه ما عندها شيء تعمله، الرجال مثلا صار يشتغل يوم برات البيت ويومين ثلاثة يضل مجبور يبقى بالبيت، فرجع لشغلات متعلمها من بيه ومن جده من هالقصص، رجعت أحيتها. نعم يعني هالأمور. أستاذ حسن في ظل يعني هذه الظروف موجودة أصلا. نعم في ظل هذه الظروف أستاذ حسن التي تحدثت عنها، هل يمكن القول أن هناك تغير في سلوك الناس تجاه تجديد المنتجات أو إصلاحها بدلا من شراء منتجات جديدة؟ هلو عادة اللي بيحب الشغل القديمة بضل محافظ عليها، خاصة إذا كان ورتينا من حدا عزيز عليه، فهيدا أكيد بده يرجع يأهلها يعملها صيانتها المعتادة لتضل عايشة معه وتضل تذكره باللي عزيز اللي عليه. بس هو بشكل عام بلبنان لا، في كتير ناس بعدها بتحب الشغل القديم، الصواني القديم، النقش، العبايات القديمة، الكراسي القديمة، الإزاز النفخ. يعني عم بحكيك على حرف ماشي بتجي مثلا بتبلش من شمال لبنان لجنوبه مرورا بالبقاع ببيروت بالجبل، بكل منطقة بتتميز بشي، فكلهم رجعوا لشغلهم. وبظروف بالظروف الصعبة اللي هلا المالية، الجمارك كتير عليت والاستيراد صار شوي صعب، بالنهاية الحمد لله أنا بقولها يعني بقولها عنه منيح هذا اللي صار، لأنه بهالظروف خففت استيراد الشغلات اللي بتنشغل يدويا. أنا عم بحكي كل شيء طبعا عم بحكي عن شيء يدوي اللي بتصنع يدويا مش مصانع، كلها شغلات حرفية بالإيد. فهيدا لما كان يطلع تاجر يجيب عفوا من كلمتي من الصين أو 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 كونتينر طويل عريض، كان يضر الحرف اللي هون اللي هو أصلا ما عنده معمل قاعد ببيته عم يشتغل. اشتغلنا على هذا الموضوع كتير، بس عنا بهالبلد يعني شوي الدولة ملتهية بحالة أوقات ما كتير تعطي اهتمام لهي الأمور. يعني كل وزارة بتساعدنا قدر المستطاع، دقينا بواب كتير وزارات، بس مبدئيا بشكل عام لا ماشي الحال. نعم طيب ماذا عن نقول ماشي الحال والوضع إن شاء الله جيد، ويعني وأكيد نتمنى أن يتحسن الوضع أكثر وأكثر الآن في وضع أو قطاع المهن القديمة. ماذا عن النقابة؟ هل تتخذ أي إجراءات الآن لدعم الحرفيين والمصنعين التقليديين في ظل هذه الظروف اللي ذكرتها؟ أكيد، وأصلاً عمل النقابة الأساسي وأول شيء نجمعهم، شيء كتير مهم أن يكون عندهم نطاق قانوني يجمعهم كلياتهم، بينحكى باسمهم، بيطالب منطالب بالمطالب المحقة للحرفيين. هلا نحن اشتغلنا على الموضوع ودقينا بواب مثل الكتلة النيابية كلياتها حتى الوزارات، كنا ماشيين بمشروع اللي هو كتير مهم بالنسبة لنا ولكل حرفة. الحرفة بالنهاية إنسان بيشتغل شغل حر، يعني عنا ببلدنا منه مضمون، فكنا عم نشتغل على موضوع الصحة نضمن. يعني مثلا حرفي بيشتغل قاعد كل النهار او واقف كل النهار او بتشتغل اللي بتشتغل بايده اكسسوار او كروشيه او او هيدي بعد فتره بصير عندها مشاكل بعصب الايد او وجع ظهر او بهيك تفاصيل صحيه بعد 10 20 سنه مثلا. نحن مشكلتنا كانت انه نقدر نحاول نعمل لهم شيء بالمجال الصحي، فبلشنا بالمشروع واجتنا ورا بعضهم المشاكل اللي صارت بلبنان. نعم. يعني مشروعنا إن شاء الله صار
بمجلس النواب ان شاء الله، وعلى بده يتخذ يمشي بالاطر القانونيه لنوصل لمحل معين. هلا شو بتساعدنا الدوله؟ قدمينا بيقدموا لنا مثلا صاله، وزاره الصناعه مشكورين كانوا مقدمين لنا صاله. هلا بظروفهم بدنا نغير المركز تبعنا، كمان رجعنا اخذنا محل ثاني بمنطقه ثانيه مشكورين، دكتورة هنادي بري مسؤولة المعهد التقني المهني بلبنان، قدمت لنا صالة لأنه نحن كنقابة حتى نخلي هالحرف أبدا ما تروح وما تندسر. نعم. ونحافظ عليها. نحن عندنا مركز تدريب، يعني هن الحرفيين بحد ذاتهم فيهم كتير بيعطوا دورات تدريبية، والدورات التدريبية اللي عم نعملها الرسم تبعها شيء كتير زهيد، بس في إقبال كتير عليها، من صابون لكروشيه لنحاس لإكسسوار لفخار، فنحن بنحرص على الموضوع. والصالة اللي كنت عم بحكي عنها هي مهمة لأنه بدنا نخلي موضوع الدورات شغال. جميل. نحن على طول يعني صرنا يعني أستاذ حسن نحن نتحدث عن الدعم الذي، وهذا الموضوع بهم. نعم. تفضل. نتحدث عن الدعم الذي تم تقديمه لكم من أجل دعم هذا النوع من الحرف التقليدية، لذلك أخبرنا إلى أي مدى تكمن أهمية دعم وتعزيز الوعي بحول أهمية الحرف التقليدية وتاريخها وترسيخها في لبنان أو في الوطن العربي بشكل عام من قبل الحكومة أو حتى المؤسسات المعنية؟ الأول شيء الحرف هي الأشغال الحرفية، هي ثقافة البلد، هي حضارة البلد، هي تراثه للبلد، هي التاريخ. يعني مثلا لما تقول إزاز في معمل مثلا بجنوب، معمل إزاز عمره يمكن من فوق 50-60 سنة، بتقول دق نحاس أو نقش نحاس بتقول طرابلس، مثلا بتقول عبايات طرق بتحكي بقاع، في مناطق معروفة بالمهنة. ف وبالنهاية الحرفة هي عنوان البلد، يعني إذا بتروح حيالة بلد بالعالم أول شيء بتاخد الشيء رمز من الرموز اللي هي موجودة فيه، بتاخديها من أشغال حرفة شغل يدوي، ما بتاخديها شغل صناعي أو مكانات. فنحن هدفنا أنه نحافظ على هالشيء. مثلا عنا اللي بيشتغلوا بموضوع الخشب اللي بيحفروا خشب، بيحفروا شغلات كتير مهمة، هيدي كمان عملك هي عنوان وحضارة وثقافة. هاي هلا الدولة شو بتساعدنا؟ ما دولتنا هلا شوي وضعنا عاطل، يعني ان شاء الله ما بدنا ننقل بيقولوا، بس وضعنا شوي عاطل، يعني كل وزاره مشغوله بحالها، بس بيساعدونا، بس نتواصل معهم بيساعدونا قدر المستطاع. يعني شو بيقدروا يقدمونا بيقدمونا يعني بهالمجال. طيب هلا نحن شو بنساعد الحرفيين؟ نحن متواصل مع شرك نتواصل مع شرق، نتواصل مع مول، نتواصل مع سنتر كبير، بناخذ لهم معارض، ناخذ لهم استندات ليعرضوا منتوجاتهم. هلا في ناس بتعطينا استندات فور فري مثل ما بيقولوا، بيعرضوا، بنجيب الحرفيين على منقسمهم، يعني مثلا اذا اخذنا لنقول معرض بمنطقه بمول معين لمده 10 ايام، بنحاول قد ما فينا نكتر العدد الحرفيين، يعني بنجيبهم من كل المناطق، شو فينا نقدم لهم مساعده، بيعرضوا منتجاتهم وبيبيعوا. هلا في اقبال على الموضوع؟ ايه كثير، اكيد في اقبال، يعني بعد العالم بتحب القصص المشغوله يدويا، حتى بفصل الصيف نحن عندنا مغتربين بيجوا كلهم بياخذوا هداياهم، بيحرصوا ياخذوا هداياهم شغل ايد ليشجعوا الحرفه. وفي عنا كم محل مهمين بالبلد بياخذوا انتاج كتير، بنتواصل معهم بنعرفهم على الحرفيين، بيتواصلوا معهم وبياخذوا انتاجهم ببيعون اياه. هلا اذا فينا نذكرهم يمكن ما بقدر، بس على كل حال هيدا شيء كتير مهم. هلا المعارض بتصير على مدار الصيف كله، هلا بالشتاء بصيروا اقل المعارض لانه بصير بدنا ندور على محلات اندور، بالصيف فينا نشتغل برا، لانه بالصيف مثلا بصير مهرجانات بالمناطق، بناخذ يعني بنطلع بشوارع معينه بالضياع بنعرض، مثلا بننزل 30-40 حرفه بيعملوا استنداتهم وبيعرضوا، بيعملوا
جو وحركة كتير رائعة بالضيعة اللي بتكون معدمتنا الموضوع. نعم، يعني أستاذ حسن، من الجميل جدا أن يتم تشجيع هذه الحرف التقليدية ويتم العمل على تعزيزها لديكم في لبنان وفي باقي الدول العربية بالتأكيد. نشكرك في الختام على تواجدك معنا من بيروت، نقيب الحرفيين والمصنعين التقليديين أستاذ حسن وهبي.